وائل عبد العزيز اللي هو بدأ ينصحها يقول لها تعالي لنا واحنا تحت امرك واحنا معاكي واحنا ولاد خالتك واحنا كده يعني الفيلم ده. ياسمين عبد العزيز تتبرع بمبلغ كبير داخل المستشفى بسبب الحسد. ياسمين عبد العزيز تهاجم شقيقها بعتين بعربية مرسيدس. السلام عليكم، لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ياسمين عبد العزيز تتبرع بمبلغ كبير داخل المستشفى بسبب الحسد. حرصت الفنانة بدرية طلب على دعم صديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعاني من أزمة صحية وتتردد أنباء عن وجود خلاف بينهما وزوجها الفنان أحمد العوضي. وكتبت بدرية ياسمين عبر موقع صور الفيديوهات انستغرام: كل خير يا قلبي، معلش ونجاح لازم يبقى وراه حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحسد ويستكتر عليك سعادتك ونجاحك، ربنا يبعد عنك العين والأذى، أي حاجة تهون لصحتك ربنا يعافيك من أي تعب ويعوض صبر خير ويفك كربك وترجع لك ضحكتك يا بنت قلبي وروحي. ياسمين عبد العزيز تهاجم شقيقها بعتيني بعربية مرسيدس. ناشدت الإعلامية إنجي أنور الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بالابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي منعا للقيل والقال. وطلبت إنجي أنور خلال برنامجها مصر الجديدة الذي يبث على قناة اي تي سي مساء اليوم الثلاثاء ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بتطبيق المثل الشهير الذي يقول: داري على شمعتك تقيد. وقالت إنجي أنور أن الفنان أحمد العوضي نشر صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز عبر فيسبوك معلقا: مهما يحصل بنا هتفضلي كل حاجة وكل حياتي. بيان عاجل من محامي ياسمين عبد العزيز بسبب أخيها وثروتها. فاجأت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على موقع انستغرام برسالة صادمة إلى شقيقها وائل عبد العزيز. ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية الستوري مقتطفا من تصريحات لشقيقها وعلقت عليه قائلة: اتوكسي اللي بعت أختك وخدت منها عربية مرسيدس. ومنذ ساعات كانت ياسمين قد ألغت متابعة زوجها الفنان المصري أحمد العوضي على انستغرام، لكنها لم تحذف صورها معه، ما أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الاثنين في الفترة الحالية، لكنها تساؤلت بلا أجوبة حتى الآن. وخضعت ياسمين لجراحة في سويسرا قبل أن تعود للقاهرة أمس الأحد، وهي في منزلها للتلقي واستكمال العلاج، بعد أن أخبرها فريق الطبي بضرورة الراحة التامة وعدم التعرض لضغوطات وإرهاق. وبعد عودتها من سويسرا وإجراء جراحة دقيقة، كتبت ياسمين على انستغرام: ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لديك إلا الله. هل تم طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟ يبدو أن أزمة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل ستشهد تطورات مفاجئة وعديدة، بعد أن انطلق الأمر في البداية بمنشور دعم وانتهى بشجار عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ياسمين عبد العزيز قررت أن تسلك مسلكا آخر وتلجأ للقانون بعد أن أصدرت عبر محاميها أشرف عبد العزيز بيانا حذرت فيه من شقيقها وحديثه عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فقد أكد محامي الفنانة المصرية في البيان أن شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر أحاديث وحوارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تخص شقيقته، محذرا بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن الزج باسم ياسمين عبد العزيز، كما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تم مخالفة الأمر والزج باسم وكالتي في تلك الحوارات والأخبار التي يذكرها شقيقها. من جانبها نشرت ياسمين عبد العزيز صورة من بيان محاميها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر انستغرام، ووصلت نشر صورة تحمل طابعا دينيا تطلب فيها من الله أن يعوضها. ابنة ياسمين عبد العزيز تكشف سبب تبرع ياسمين عبد العزيز أثناء مرضها. أكد أشرف عبد العزيز المحامي الخاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز أن الفنانة ترفض تدخلات شقيقها وائل بنشر أخبار عنها بشكل متواصل، وأنها لا تعلم أي شيء عما يتحدث ويقول. وقال أشرف في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب: شقيق الفنانة دائما يتحدث عنها وهي لا تعلم عنه أي شيء، العلاقة بينهما دائما يصرح في حقها وهو أمر ترفضه تماما، وطلبت من خلال في بيان رسمي الحديث عن نفسه دون الدخول في تفاصيل حياتها وخصوصياتها، لأنه يكتب ويصرح بكلام على لسان ياسمين غير صحيح وعار تماما من الصحة. وشدد على أن ياسمين عبد العزيز لما تحب تتكلمها تخرج بنفسها وتقول لجمهورها، وليس هناك أخبار مهمة لدى ياسمين تخرج وتقولها في الوقت الحالي. ما فيش أي حوار نقدر نقوله عن طلاق ياسمين عبد العزيز وانفصال عن الفنان أحمد العوضي، وإذا كان في خبر في هذا الشأن سوف تعلنه ياسمين عبد العزيز بنفسها. وعبر خاصية الستور على انستغرام قالت ياسمين عبد العزيز لشقيقها: اتوكس انت اللي بعت أختك وخدت منها عربية مرسيدس،
ستعلمك الشدائد أنه ليس لديك إلا الله. بيان عاجل من محامي ياسمين عبد العزيز بسبب أخيها وثروتها. فاجأت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على موقع انستغرام برسالة صادمة إلى شقيقها وائل عبد العزيز. ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ستوري مقتطفا من تصريحات لشقيقها، وعلقت عليه قائلة: اتوكس يلي بعت أختك وخدت منها عربية مرسيدس. ومنذ ساعات كانت ياسمين قد ألغت متابعة زوجها الفنان المصري أحمد العوضي على انستغرام، لكنها لم تحذف صورها معه، ما أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الاثنين في الفترة الحالية. لكنها تساؤلت بلا أجوبة حتى الآن. وخضعت ياسمين لجراحة في سويسرا قبل أن تعود للقاهرة أمس الأحد، وهي في منزلها للتلقي واستكمال العلاج، بعد أن أخبرها فريق الطبي بضرورة الراحة التامة وعدم التعرض لضغوطات وإرهاق. وبعد عودتها من سويسرا وإجراء جراحة دقيقة، كتبت ياسمين على إنستغرام: ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لديك إلا الله. ياسمين عبد العزيز تعود من سويسرا بعد الخضوع لعملية جراحية دقيقة. عادت منذ قليل النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة قادمة من سويسرا بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقي العلاج بعد أن ألزمها الفريق الطبي المعالج بالراحة التامة وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق، حيث وجدت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير بحسب قول المصدر المقرب منها. وكان قد تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر ستوري حساب الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وعلقت قائلة: أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة. يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل الملوش كبير، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني ودين عبد العزيز ومحمود حافظ وإيمان السيد وبدرية طلبة وعيد رياض وفتوح أحمد وأحمد الرفاعي وأحمد عبد الله محمود ومحمود ياسين وهدى الأتربي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن. بعد وعكتها الصحية الأخيرة، ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر انستغرام. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض ياسمين عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.